أثناء اجتماعه بلجنة التحقيق، محافظ تعز يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة في حادثة ميدان الشهداء. غضب شعبي بعد اكتشاف رفاة 16 شخصا دفنتهم ميليشيا الحوثي في أحد كهوف عمران في عام 2010. على خطى تنظيم داعش، ميليشيا الحوثي تستهدف مراكز التدريب ومعاهد اللغات الأجنبية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق. قتل طفل وأصيب خمسة آخرون بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة شوكان بمديرية ماوية جنوب مدينة تعز. أفاد مدير المديرية عبد الجبار صراري أن الطفل عرفات عبد غالب عمره 15 عاما استشهد، وأصيب خمسة آخرون بإصابات مختلفة بانفجار لغم زرعته الميليشيات الحوثية، وذلك أثناء رعي الأغنام في منطقة الشعب الأحمر بشوكان بماوية، و تم إسعاف الأطفال لتلقي العلاج. ترأس محافظ محافظة تعز نبيل شبسان اجتماعا للجنة تقصي الحقائق بحادثة ميدان الشهداء أثناء احتفالية مهرجان تعز العيدي والذي ينظمه مكتب الثقافة. وشدد شمسان على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة لينالوا جزاءهم الرادع، مؤكدا الحرص على أن تكون تعز نموذجية بمدنيتها وسلميتها كما عرفت. وفي الاجتماع استمع شمسان من اللجنة إلى نتائج التحقيقات الأولية والتي اتخذت جملة من القرارات الضامنة لتحقيق جدي ونزيه وشفاف يضع كل جهة وفرد أمام مسؤوليته فيما حدث. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن الصحفي عادل البرطي. أهلا بك معنا سيد عادل في هذه النشرة. في البداية، كيف تعلقون على هذه الحادثة، حادثة ميدان الشهداء، وما تبعها من نتائج كارثية استهدفت مدنيين عزل؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. طالما حذرنا ونددنا بأكثر من لقاء وأكثر من مقالات، الكثير من الصحفيين والناشطين المدنيين قد تكلموا وخافوا أن تتحول تعز إلى إمارة إرهابية، وهي ما تمت حاليا فعلا. أصبحت عبارة عن إمارة إرهابية بكل أركانها سواء العسكرية أو المدنية. ما حدث في ختام المهرجان كان جريمة بكل المقاييس الأخلاقية ومنازعة حتى للشرف العسكري والمدني. أن يهاجم النساء والأطفال في احتفالية عيدية دعا إليها أحد أكبر الفنانين الوطنيين في داخل اليمن، هذه هي الجريمة بحد ذاتها. هؤلاء الجماعات المنفلتة أمنيا والإرهابية والتي تقوم أيضا بمعاداة الوطنية، كونهم يعتبرون الوطن حفنة من تراب النجس، هم يحاربون حتى أبناء الوطن الموجودين أو الفنانين المنادين بالوطنية كعطروش أو كأيوب طارش أو غيره. كانت هناك رسائل كثيرة في هذه الحادثة، منها رسائل للمدنيين ولأبناء تعز أن هناك من يحكم غير الحاكم الفعلي لتعز، وهو الخليفة العباسي محافظ المحافظة، وأن هناك أيضا تعاليم يجب أن تصدر أن تتبع وأن تنفذ حرفيا من كاهن جامع النور عبد الله العديني. إنما يتم من أعمال إرهابية تحت لا يمكن أن نبررها تحت أي مبرر، ولا يمكن أن تكون هذه الأعمال نابعة من عمل وطني أو عمل إنساني أبدا. من قاموا بهذه العملية مجردين من الإنسانية نهائيا. كون الأطفال والنساء الذين قاموا أو الذين أصيبوا والذين أصيبوا بالهلع أيضا، والذين أصبحوا في حالة من البؤس
هذه جريمة لا يجب أن لا سكوت عنها. طيب ما أكمل فكرة أكمل فكرة. أيضا ما تفضل به الآن ما تفضلتم في تقريركم حول اجتماع محافظة تعز باللجنة المشكلة للتحقيق في هذا الموضوع. دائما نحن نعرف إن أردت أن تضيع قضية فلجنها أي يطرح لها لجنة معينة ما وهذا يعني أن تصبح القضية في مهب الريح كون هذه اللجان تعمل على تميع القضايا وإسقاطها فعليا. والدليل على ذلك أن أول ما تم القبض على مدير ثقافة تعز وإيداعه السجن بينما الجناة منفلتين ولا أستغرب أن يأتي غدا الأطقم أيضا لاعتقال المصابين والجرحى بعد هذه الحادثة. طيب سيد عادل، إلى أي حد نفوذ الإخوان في تعز من الممكن أن يعطل أي قرارات تصب لمعاقبة الجناة في هذه الحادثة؟ يكفي أن تعلم أن من يتحكم في تعز هم عصابات الإخوان وميليشيا إرهابية، وقد كررنا هذا لأكثر من مرة. وكتيبة المهام الخاصة التي قامت بهذا الاعتداء بقيادة يحيى الريمي، هذه العصابة هي لب اللب من داعش، أي أنها صفوة داعش الموجود في تعز، وهي تأتمر يعني فعليا بأوامر العديني لتقوم أولا بمعارضة القرارات التي تصدر غير رغبة الإخوان، أيضا لقمع المسيرات الرافضة لتواجد الإخوان، أيضا تم تدريبها لاقتحام المنازل واعتقال الشخصيات التي تعارض الإخوان. كل هذه العوامل عبارة عن كتيبة فقط، ما بالك بقوات الجيش التي تتحكم بها قيادات إخوانية بحتة دربت في أفغانستان ودربت في هذه في أماكن إرهابية لأكثر مدى، وأهمهم سالم الدس أو سالم عبد الفرحان القائد الفعلي للتنظيم العسكري، بينما العديني هو القائد الفعلي للتنظيم ما يسمى بالدعاء أو الآمرين بالمعروف. هل تعلم في أن هؤلاء قاموا بعمل احتفالية كبيرة باحتفالا بأردوغان وفوز أردوغان، وكان الاختلاط على أشده، بينما هذه الاحتفالية التي قامت بدواعي وطنية ودواعي إنسانية لأبناء تعز والتي لم يكن بها أثر للاختلاط، تم مهاجمتها تحت هذه الدواعي الزائفة والمقيتة. ما تم في تعز هو عمل إجرامي وعمل أيضا لهدم معالم تعز المدنية والإنسانية والحضارية التي طالما تباها أبناء تعز بهذه المبادئ. طيب سيد عادل، حسب معطيات الحادثة والضرر الكبير الذي تم على المدنيين، هل تتوقعون بعد هذه اللجنة أن تصدر أو يتم إصدار قرارات حازمة وسريعة لمن قام بهذه الحادثة؟ الحادثة كانت عبارة عن ثلاث رسائل موجهة لثلاثة أطراف معينة. أولا للمجتمع التعزي أنكم لم تستطيعوا أو غير مسموح لكم أن تقوموا بأي أعمال تناهض يعني ما يريده الكاهن عبد الله العديني أولا. أما ثانيا فقد كانت الفنان عطروش، وهي كيف لك أنت تجرأ على تلبية دعوة مكتب ثقافة تعز بينما قمت برفض دعوة توكل كرمان في تركيا لتكريمك فيها، وهنا كانت الرسالة واضحة لمن لعطروش أو لبقية الفنانين أن هناك من يعمل على ذلك. الرسالة الثالثة كانت موجهة للعميد، وهي من رأس قيادة الدولة، أن يرفع أبناء تعز صور العميد طارق صالح ويعبرون عن محبتهم له، أو بعض أبناء تعز، لن نقول أبناء تعز جميعا، ويعبرون عن فرحة محبتهم له
وشكرهم لما قام به من مشاريع من فشق الطرقات وبناء الميناء وتقديم أيضا المعونات العينية والمادية لأبناء تعز. كانت هناك يعني نوع من الغيرة أو ما أو سميها ما شئت من قبل رأس الدولة. وهذه أيضا كانت الرسالة الثالثة للعميد طارق ولأبناء تعز أن هناك خطوط حمر لا يجب أن يتجاوزوها في يعني في مدح من هو أهلا للمدح، لأن رشاد العليمي هو ابن تعز لكنه لم يقدم شيء، ولهذا أيضا لن يقوم بأي تغييرات جذرية في تعز، لأن هذا التنظيم الإرهابي هذا التنظيم الإرهابي هو أحد ممولي وأحد داعمي. هذا ما يبين ما تضح له الصورة خلال هذه الفترة منذ توليه مقاليد رئيس مجلس القيادة، لم يقم بأي قرارات لصالح تعز أو لصالح حتى الوطن، حيث أن هذه الجماعات المنفلتة أمنيا والتي تعمل على هدم الوطن وهدم الأخلاقيات وغيرها لم يقم رشاد العليمي باتخاذ أي إجراء. ولهذا أيضا بعد هذه اللجنة لن يتم هناك أي قرارات، بل سيتم وأد القضية في ريعانها، والدليل أيضا التعليمات التي وصلت باعتقال مدير مكتب ثقافة تعز الذي يعتبر هو المجني عليه. كيف تعتقل المجني عليه بينما الجاني هو عضو في اللجنة؟ هذه معضلة، هذه معضلة يجب أن طيب. يعني يتداركها أبناء تعز. طيب سيد عادل، يعني إلى أي حد هذا الحزب يريد أن يوصل رسالة إلى المجتمع التعزي إذا صح التعبير أنه مهما عملتم من محاولة إحياء الثقافة في تعز إلا أن هذا الحزب يحارب كل ما هو جميل في هذه المدينة، ويوصل رسالة أنه هو المسيطر على محافظة تعز، وهو من يملي على هذه المحافظة هذا الطريقة والاستراتيجية التي يعني تتوجه أو يأخذ منهج الفكر المتطرف ومحاولة يعني وضع هذه البصمة على محافظة تعز. حزب الإصلاح هو عبارة عن نتوء صغير من منظومة إرهابية دولية تسمى منظومة الإخوان المسلمين، ولهذا فإن الرسالة ليست من أبناء من الحزب الإصلاح سواء في تعز أو في اليمن، وإنما هي من التنظيم الدولي أن هناك تنظيما يجب أن يسود في اليمن حتى تكون هذه الخاصرة مهددة للعالم وليس تعز فقط. إنما تعز خاصة حينما نتكلم عن تعز هي بداية الإمارة، هي منشأ الإمارة أو طرابورة بالنسبة للإخوان المسلمين، فهم يحاولون أن يجعلون منها إمارة ثم يتوسعون إلى ما بعد هذه الإمارة. الرسالة أن التنظيم سيظل يعمل وسيظل في هذا المنهج حتى يسود أو حتى تنتقل العدوى إلى المناطق المجاورة وإلى البحر الأحمر والبحر العربي، ليتم أيضا كما أسلفنا سابقا التحكم في سير الملاحة الدولية في تعز خاصة. كما نتحدث هناك أصبح الحزب يتحكم في جميع مقاليد الأمور هناك، حتى مسألة المحافظ المعين من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس القيادي ليس لديه من الأمر شيء، إنما هو عبارة عن أداة أو لعبة تحط كل مرة في الخانة التي يحبها الإخوان وليس غيرها. الإخوان المسلمين أيضا حتى سيطروا على بقية الأحزاب، حتى سيطروا على بقية الأحزاب المتواجدة في تعز، الأحزاب اليسارية، فأصبحت الأحزاب اليسارية أقرب إلى الطيعة وإلى الأداة لمسح هذه الجرائم الإخوان، بل وإطلاق المبادرات لتبرئتهم. هذا ما يقوم به الإخوان، وهذه هي الجريمة التي يقوم بها. هناك رسالة أيضا أو أحب أن أوجهها إلى الإخوة في الساحل الغربي وعلى رأسهم العميد طارق صالح، وهي أن هذا التنظيم كلما صادق أحد كلما زاد في عمليات الإجرام،
فلا استبعد أن يقومون بتصفية القيادات المتواجدة في المخاء والساحل الغربي كما وكانت بدايتها استهداف المرحوم الشهيد توفيق الوقار. شكرا لكم. نعم، كان معنا من عدن الصحفي عادل البرطي، شكرا جزيلا لك. كشف المواطنون في محافظة عمران رفاتا وهياكل عظمية لستة عشر شخصا كانت دفنتهم ميليشيا الحوثي في كهف بمديرية حرف سفيان أثناء حربها مع القبائل في عام 2010، ولاقت هذه الجريمة غضبا شعبيا واسعا. جريمة جديدة ارتكبتها الميليشيات الحوثية في عام 2010 خلال حربها مع القبائل في عمران، وكشف أمرها خلال الأيام الماضية بعد أن تم العثور على رفات 16 شخصا اختطفتهم الميليشيات قبل 13 عاما. هذه الجريمة وقعت بالتحديد في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بعد أن عثر مواطنون على هياكل عظمية من أبناء المديرية اختطفتهم الميليشيات عام 2010 وأخفتهم قسريا عن أسرهم، ووجدوا بعد تلك السنوات هياكل عظمية كانت مربوطة اليدين، الأمر الذي يدل على تعرضهم للتعذيب والقتل بوحشية. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قالت في سلسلة تغريدات على تويتر إن الأهالي عثروا على هياكل عظمية مربوطة اليدين تعود للمختطفين 16 في كهف بمديرية حرف سفيان. كانت الميليشيات أحكمت إغلاق بوابته بالحجارة والطين، ونشرت المؤسسة الحقوقية أسماء أصحاب الجثث. أما عن ذوي الضحايا فقد طالبوا بفتح تحقيق دولي ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة والمذبحة الإنسانية التي تكشف وجها جديدا من وجوه الميليشيات وارتكابها أفظع الجرائم بحق المواطنين. هذا ولاقت الجريمة تنديدا واسعا في صفوف الأهالي والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى بدء تحرك بعض الجهات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان من خلال إصدار بيانات تطالب بمحاسبة ميليشيات الحوثي. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلينا مباشرة من القاهرة نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد نبيل في هذه النشرة. جريمة يكتشف أمرها خلال الأيام الماضية في عمران قامت بها ميليشيات الحوثي بعد العثور على رفات 16 شخصا، كيف يمكن وصف ما قامت به الميليشيات بحق المدنيين على صعيد حقوق الإنسان؟ بداية أسعد الله أوقاتكم وأوقات أستاذ المشاهدين. حقيقة هي جزء من سلسلة جرائم مستمرة تقوم بها الميليشيات منذ أن عرفها المجتمع المدني في 2004. ستجدون خلال الأيام القادمة يعني كثير من القضايا ستتضح لكثير من الجرائم والانتهاكات. ما حدث في هذه الجريمة يشمل عدد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، سواء عملية الاختطاف أو عملية الإخفاء أو التعذيب أو القتل بوحشية أو المقابر الجماعية والإخفاء للفترات الماضية. هذه الجانب الآخر من هذه الجريمة هو يتمثل بطبيعة هذه الجماعة وتعاملها مع المدنيين بهذا الشكل الوحشي الذي يعكس أخلاق وطبيعة هذه الجماعة. الآن نقول أن القانون المحلي قبل القانون الدولي الجميع يدين ما حدث ويضع سلسلة من الأحكام التي تشمل هذه الجرائم المتسلسلة والمتعددة في إطار جريمة واحدة. الآن نقول أن هذا الشكل أو هذه الجريمة هي تجسيد لطبيعة هذه الجماعة وأخلاقياتها وأسلوب تعاملها. طيب سيد نبيل، كيف تفسرون طريقة أو حتى مراحل القتل، إذا ما تحدثنا طبعا الخطف قسريا ومن ثم التعذيب ومن ثم ربط اليدين والقتل بوحشية، ألا يحاكي هذا الأسلوب تنظيم داعش؟ هم هذه الجماعات هي جماعات تأخذ من بعضها نفس المنهجية. الجماعات التي تقوم على مثل هذه المفاهيم المتطرفة والعنفية أساسا في فكرها، والتي تريد أن تصل إلى السلطة ولو على جثث
كل الناس ستجد أنها تمارس نفس الممارسات ونفس الجرائم. نحن أمام مجموعة من قطاع الطرق، مجموعة من القتلة، وبالتالي ستجد الأسلوب والمنهجية واحدة. طيب سيد نبيل، إلى أي حد هذه الجريمة البشعة والطريقة التي تمت بها من تعذيب وكذلك قتل بوحشية من قبل ميليشيات الحوثي يعني تعد أو يعد دليلا قاطعا لمحاسبة هذه الميليشيات على ما ارتكبته طبعا من جرائم، وبالتحديد هذه الجريمة أمام المنظمة الدولية وكذلك الحقوقية؟ بالنسبة للقانون المحلي، قانون جرائم العقوبات يضع عقوبة على كل عملية إجرامية تمت في إطار هذه الجريمة، سواء من عملية الاختطاف إلى عملية الإخفاء إلى عملية التعذيب إلى عملية القتل بوحشية إلى الإخفاء في مقابر جماعية، كلها جرائم وكل جريمة عليها عقوبات منفردة. يعني حصيلة هذه الجريمة ستكون حصيلة كبيرة من الأحكام ضد هذا العمل الإجرامي. أما على مستوى القانون الدولي فلدينا في القانون الدولي الإنساني أن أي أعمال تتم ضد المدنيين العزل تعتبر ضمن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم تدخل أيضا ضمن ما يسمى بالتصفية الكاملة للتصفية العرقية كما يسمى. وعليه نحن نقول أن هذه الجريمة تعد عبارة عن جريمة مركبة ومتعددة، وبالتالي العقوبة الدولية والمحلية عليها كبيرة جدا، وستشمل أعداد كبيرة من قيادات وأفراد هذه الجماعة. أنا أشكرك سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. تستهدف الميليشيات الحوثية مراكز التدريب والمعاهد التعليمية وبالأخص تعليم اللغة الإنجليزية بحجج واهية في خطوة تؤكد نهج تلك الميليشيات في محاربة العلم ونشر الجهل والتخلف بين أوساط المجتمع. في استراتيجية تحاكي سلوك تنظيم داعش الإرهابي، تستهدف ميليشيات الحوثي مراكز التدريب الأجنبية من خلال تنظيم حملات ضد وجودها أو استبدالها بمراكز طائفية المنهج، من بينها أقدم مؤسسة لتعليم اللغة الإنجليزية في صنعاء وهو معهد يالي، تحت ذريعة حماية الفضيلة ومنع الاختلاط، تنفيذا لما يطلق عليه زعيم الجماعة الهوية الإيمانية. وأعلن الإنقلابيون خلال حملتهم أن تعميما صدر من وزارة الإرشاد في حكومتهم غير المعترف بها يحذر من معهد يالي بصفته إحدى أدوات الغزو الأمريكي ووسيلة من وسائل الانحلال الأخلاقي وفق زعمهم. جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي استحدثت قرارا يقضي باستخدام مهمة مشرف ثقافي مقيم في كل مدرسة أهلية للإشراف على الأنشطة المختلفة، والذي يهدف إلى السيطرة على المدارس الخاصة ومراكز التدريب وتوجيهها نحو فكر عقائدي وطائفي. ويخضع معهد يالي لإشراف قطاع التعاون الدولي الذي يسيطر عليه الحوثيون منذ انقلابهم، بعدما كان تم تأسيسه باتفاق حكومي يمني أمريكي في سبعينيات القرن الماضي لتأهيل الموظفين العموميين في بعض القطاعات ونشر اللغة الإنجليزية، إذ يقدم مناهجا تعليمية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ومؤسسات دولية أخرى على أن يحقق موارده من خلال رسوم يدفعها الراغبون في الدراسة فيه. ولم تقتصر حملات ميليشيات الحوثي على معهد يالي، فمنذ انقلابها واصلت إجراءاتها التعسفية ضد معاهد اللغات ومراكز التدريب بحجة محاربة الاختلاط والفساد الأخلاقي، وأجبرت عددا كبيرا منها على الإغلاق قبل أن تعاود العمل بشروط عزل الذكور عن الإناث ودفع إتاوات ومبالغ نقدية كبيرة مقابل السماح لها باستمرار مزاولة نشاطها. وتزامنت تلك الحملة مع بدء تنظيم المراكز الصيفية التي تحشد فيها الميليشيات الحوثية الأطفال لتلقينهم دروسا طائفية ومذهبية خلال فترة الإجازة الصيفية للمدارس، إذ دعت الميليشيات إلى إلحاق الطلاب بتلك المراكز عوضا عن إلحاقهم بمعاهد اللغات من أجل حمايتهم من الانحلال الأخلاقي والعمالة حسب ادعاءاتهم.
وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجلوي اللواء أحمد سعيد بن بريكة دعوة عاجلة لأبناء حضرموت للمشاركة في فعالية يوم الأرض والتي ستشهدها المحافظة يوم الجمعة القادم. وقال بن بريك في تغريدات على تويتر: نشد على أيديكم من أجل وحدة الصف وتعزيز اللحمة والترابط لحماية الأرض والعرض والوقوف ضد كل دعوات التجزئة ومشاريع التمزيق وخلق الفتن بين أبناء حضرموت من جهة وأبناء الجنوب من جهة أخرى. أكد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي اهتمام السلطة المحلية بمشاريع الأمن الغذائي والتدخلات في معالجة مشكلة الجفاف بمديرية غير بوزير. واطلع المحافظ من المدير العام لمديرية غير بوزير سالم العطيشي على سير مشروع زراعة الذرة الرفيعة في عدد من معايين المديرية، وناقش أوضاع كهرباء المديرية وتحسين الشبكة الداخلية، ووجه مدير عام مؤسسة الكهرباء بالساحل بمعالجة أوضاع الكهرباء والصعوبات التي تعانيها المديرية. بذل عمال النظافة ورجال الأمن وشرطة السير في محافظة عدن جهودا كبيرة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. في أجواء صيفية وعيدية حارة يقضي هؤلاء الأبطال معظم نهارهم في العمل، يؤمنون برسالتهم ويوفرون بيئة نظيفة في العيد كما تبديها الصورة، تاركين أبناءهم وأسرهم دون أن يتقاسموا معهم نشوة الفرح على الموائد. نقوم بعمل النظافة على التوزيع في المديرية خلال 24 ساعة له ثلاث فترات، من رفع المخلفات ومن توزيع العمالة في الشوارع الرئيسية والخلفية. نشكر محافظ عدن على متابعته المستمرة في النظافة، ونشكر المدير العام الصندوق التنفيذي لمتابعته المستمرة. إذا ما أهم حد بيسكن في الشارع ولا بيخرج تمشي أولاده صح؟ إذا ما في نظافة بات كلها الدباب والصفاف والجيفة. جزاهم الله خير ومشكورين على مجهودهم، ونشكر الغايمين عليهم، وفتنا في الموعظة ونعيد عليهم ونعيد على شعب الجنوب جمعا، وعليكم كمان كل عام وانتم بخير. لا يختلف الحال كثيرا عن رجال الأمن والشرطة بمختلف تشكيلاتهم، وكذا رجال السير فهم كذلك يعملون في العيد وتحت شمس حارقة لا ترحم، يفضون التكدسات المرورية التي تخنق الشوارع ويساهمون في وصول المعيدين إلى وجهتهم. احنا رجال الامن اول شيء تمام، ما بيش معانا اجازه يعني كمرور بالذات في ايام الاعياد، نعمل يعني في الشارع زي ما انت شايف، يعني مش معقول يكون يعني في اجازه رجال الامن، لا بد يكون متواجد في الشارع، اهم شيء يعني نخدم المواطن نخدم الدوله، هذا واجبنا. بمناسبه العيد هناك طبعا مجهود كبير من قبل مدير الامن ومحافظه محافظ عدن من ناحيه النظافه ومن ناحيه الامن، والأمور مستدبة يعني، فالحمد لله الوضع فيه تحسين، فيه مجهود كبير من قبل مدير الأمن. عدن قبل سنوات لم تكن بهذه الصورة، فالجهود انعكست إيجابا على المدينة أمنيا وكذا جماليا بصورة نسبية، ولا تزال المدينة بحاجة إلى جهود أكبر في الأعياد وغيرها كونها تستحق الكثير. تتوالى الأيام في تعدادها لكنها تبدو أكثر تشابها عند هؤلاء الذين يعملون حتى في العيد الذي يمر عليهم طيفا عابرا، وكل ذلك خدمة للمواطنين. صالح نش الغد المشرق عدن. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. مدن وادي حضرموت تشهد إقامة المطالع الشعبية لعدد الشبوري. أهلا بكم من جديد. تعيش مدن ومناطق وادي حضرموت هذه الأيام فرحة العيد عبر إقامة المطالع الشعبية لعدد الشبوان الشهيرة بمشاركة المئات من كبار السن والشباب تعبيرا عن سعادتهم بفرحة عيد الأضحى المبارك. رقص
الشبوان الشعبية الشهيرة في حضرموت ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمناسبات والأعياد الدينية والاجتماعية والوطنية. فالعادة جرت هنا في وادي حضرموت على إقامة المطالع الشعبية بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك. نحن هذا التراث من أبو يد مسكناه، هذا الأصلين السرين، هذا المطلع السنوي من قبل عام، يعني البلاد تحتفل به في عيد عرفة، يكون المطلع عيد الأضحى يكون المطلع الرسمي، ونهار العيد تكون عندنا يبانة من بعد المصلى بحضن للبلاد وسوي اليبانة هذه. مناطق القطن وسيئون وتريم وشبام تخصص أياما عيدية يشارك فيها الجميع في لعبة الشبواني تعبيرا عن سعادتهم بالعيد. عيد اغترنت برقصة الشبواني التي أصبحت رمزا للمناسبات والاحتفالات العامة والخاصة. المطلع هذا العام هو مناسبة فرحة العيد، وسنويا نحن نقيم هذا المطلع لخدمة التراث والموروث الشعبي، وهذه المناسبة في أعداد مشاركة، ويكون هو فرحة كبيرة للبلاد نفسها. يعني رقصة الشبواني رقصة يعني تراثية محببة عند الكثير من الناس في منطقة العنين، والرقصة موروث تاريخي قديم من أجدادنا حافظوا عليه الجيل منذ القدم، وهي بتقول اللعبة المفضلة من عند أبناء منطقة العنين من ناحية أداء الرقصة. الشبواني المعشوقة الأولى في الوادي يتهافت إليها كبار السن والشباب ليشكلوا بتلاحمهم جيشا جرارا مقداما يخوض معارك الفرح والسلا لتنتشر بهجة العيد. محمد بحفين، الغد المشرق، القطن. اكتظت المتنفسات والشواطئ في مدينة المكلا بزوارها خلال إجازة العيد من مختلف محافظات البلاد. نشرت الشرطة النسائية أفرادها في المتنفسات في خطوة تهدف لحفظ الأمن والحفاظ على خصوصيات العائلات. في أجواء عيدية آمنة، آلاف المواطنين يقضون إجازة عيد الأضحى بمدينة المكلا. الشواطئ والمتنفسات اكتظت بهم خلال إجازة العيد. أجواء العيد حلوة جدا، يعني بالنسبة ممتازة جدا، أفضل من أول. والأمن ما شاء الله شفتهم عدة يعني مجموعات كبيرة من الأمن، ويعني فعاليات ممتازة جدا لحد الأمور، يعني ممتازة جدا، وأفضل شيء الأمن والأمان. والله أجواء العيد حلوة ما شاء الله تبارك الله، والأمن والاستقرار موجود، والرجال الأمن ما شاء الله تبارك الله عليهم. الشرطة النسائية تقوم بدورها على أكمل وجه إلى جانب القطاعات الأمنية الأخرى، سعيا في نشر الأمن وحفظه وتأمين السكينة للمواطنين. انتشار أمني ضمن خطة العيد التي تشمل نشر مزيد من الجنود في الأماكن العامة والمتنفسات والشواطئ، وتنظيم حركة السير للمارة والمركبات. بالنسبة للخطة الأمنية، يعني نزولنا من أول أيام العيد، توزيعنا يعني في اليوم يكون 10، يعني يتم توزيعنا على المداخل ومخارج المنتزه من الازدحام ومعاونة المواطنين، وأيضا نشوف دعم المواطنين برضو ومساندتنا بتقبل الشرطة النسائية ورجال الأمن. الأعياد والمناسبات جاءت لتكشف القطاع عن قطاع سياحي هش مختبئ وراء ظروف الحرب وتردي واقع الخدمات. فالنقص الواضح في المتنزهات والمشاريع الترفيهية دفعت بالمواطنين إلى خيار الشواطئ كقبلة لهم، على الرغم من غياب الخدمات عنها بشكل شبه تام. عيدروس الخليفي لقناة الغد المشرق.
أقيم في مديرية لبعوس يافع حفل تكريم المعلمين المتقاعدين، وشمل ذلك المعلمين المتوفين والرعيل الأول ممن كان لهم إسهام في تطوير التعليم في مديرية يافع. وتخلل الحفل العديد من الكلمات والقصائد الشعرية، حيث أكدت على أهمية دعم التعليم والمعلمين وأشادت بخطوة تكريم الرعيل الأول من المدرسين. وكان التكريم في قاعة مجمع سهيلة التربوي بمنطقة العياس برعاية ودعم شركة الحداد للصرافة، وبالتنسيق مع السلطة المحلية والمجلس الانتقالي بالمديرية. أفادت وسائل إعلام هولندية بتسجيل أول حالة وفاة بسبب عاصفة صيفية نادرة الحدوث وضربت البلاد بأمطار غزيرة ورياح قوية. وأعلن المعهد الوطني للأرصاد الجوية حالة التأهب باللون الأحمر في 3 مقاطعات، وأرسلت خدمات الطوارئ تحذيرا عبر الهواتف المحمولة، حثت الأفراد فيه على التزام منازلهم حتى تمر العاصفة التي أطلق عليها اسم بولي، ومن المتوقع أن تمر عبر هولندا في طريقها إلى الدنمارك وألمانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير للعناوين. أثناء اجتماعه بلجنة التحقيق، محافظ تعز يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة في حادثة ميدان الشهداء. غضب شعبي بعد اكتشاف رفاة 16 شخصا دفنتهم ميليشيا الحوثي في أحد كهوف عمرود في عام 2010. وعلى خطى تنظيم داعش، ميليشيات الحوثي تستهدف مراكز التدريب ومعاهد اللغات الأجنبية.